السلام عليكم. انا باين جماعي ملك اللي العمر ديالها 9 سنين. هاد البنيه سيدنا كتعاني من مرض في القلب، عندها جوج ثقبات في القلب وعندها الصمامه وعندها التوحد وفي العمر ديالها 9 سنين. انا جيت لها الجمعيه جمعيه المغرب للانقاذ. هاد الناس اللي كبروا فينا، هاد الناس اللي شافوا فينا بعين الرحمه، لحقاش انا كنعاني من 2019 وانا كنعاني في هاد الحاله. وطرقت جميع البيبان وما لقيت حتى شي باب لي هذا، ولكن لقيت هذا الباب ديال جمعيه المغرب للانقاذ. هاد الناس الله يكبر بهم والله يعمر سلعه. الله يرحم لكم الوالدين اللي معولوا لي هاد البنيه، لحقاش عندها عمليه ضروريه، خصها عمليه مستعجله، عندها جوج ثقبات في القلب وعندها الصمامه زياده على التوحد. وانا ما فحاليش، انا عامل في الفلاحه، يعني ما كان مستطاع ديالي الله ما الدواء ودراع باش كنشري لها هي، ويلاه مكلف بها هي وخوتها. الله يرحمكم الوالدين، انا كنستجد بكم اقلوب الحنانه. الله يرحمكم الوالدين.